اي والله العظيم ان يذكرها على المجله صوره مشعوفان ماخذ الاول في مرقابه. اوه يا مرقابه حتى ان يذكر المجله بعد عليها صوره تمضيف. مرقابه وين كانت؟ لا والله اتكلم جد. ما اتكلم جد بعد. مرقابه هي وين كانت؟ دون ساموده على خط ساموده وعلى خط لا قبلت انت على كنا نشوفها وش سموده تعين بوابتها بوابتها الحين موجوده كنا نشوف جنة الكويتيين والاماراتيين في كان فيها تنظيم زي المهرجان ولا فيها فيها بس انه مو بتنظيم مثل ذا دا يا ولد عالم اي مهرجان سلام يا مرحبا اخذ عزيز ايه هذا مهرجان الملك عبد العزيز مثل الشمال يوم يقول القصيد اللي على جره قصيدي كانه اللي يتبع اللي ما درابه هذا مهرجان عالمي شدنا عالمي عالمي وإعلام و... والأرض زينة وقوة والأرض ملكية من أي مهرجان جاءك الأرض زينة مهرجان الملك عبد العزيز شاركنا فيه وقام من علىها ابن حثلين مطورها واللي قام من علىها الله يبيض وجيههم واللي وامرين بها شان البلد مقدر الأرض اللي يجي بها يقولون الشيبان البل مقاربها السهل البيش؟ البل مقاربها السهل البل ودها تمشي في أرض سهل لونها من بعيد ولا الخد الوعرة لأن الحصى يجيب الحفاء للبساط ترتيب على مستوى شاركنا فيه مشاركة الأخيرة ذي مهرجان الملك عبد العزيز أول ما تدخل مع البوابة الرئيسية يجيك الدوار قبل الدوار تشوف على يدك اليسار في صالة كبيرة للسيارات الكلاسيك ما أدري أنتم جيتوها ولا كل شيء فيه هذاك تحت احنا فيه المهرجان على كيف لا قبل 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 اول بدايه المهرجان ما تجيك ما تجيك الفترك على اليمين والصرافات احنا مقابل لها نطلنا المخطط ذا كامل كله اللي على اليسار سوينا خيامنا سوينا دنيا ووقفوا امك لا اله الا الله بيض الله وجيهم اي والله بيض الله وجيهم دبلوا الجوائز ودبلوا الدنيا يا ربك فزت اي والله فزت الله يبارك فيك الحمد لله الثاني ما شاء الله تبارك الله الزمال جاي ليه خذ اسمك الثاني الزمال جاي بنروح يا ولد حتى فوق ذلك والله العظيم حتى نستمتع في مجلس السياحه كل يوم جايبين ضيف وسوالف ولا فوق ذلك اللي انت حضرت مجلس السياحه لا اللي مطلع على فلان مشارك وفلان مشارك هذا اللي في شد جد بالمجلس التوتر عنده الف هذا مشارك وذا مشارك وذا مشارك وذا تبي مشارك ها اجل ولا شيء الكوره اللي حل اللي زاد ايش اسمه المزاين او مهرجان الملك عبد العزيز حلاه مجلس السياحه اي والله يا ولد استوديو تحليلي تحليلي وفيه ضغط وترى كلهم عز الله كلهم منع زي النقد كلهم منع شفت النقد عندنا ولا شيء ما عنده بريك وترى هذا اللي مخليه ناجح لو فيه مجاملة وهنا ما راح يجيب النجومية ذي صح وهذا عملهم وعز الله متقنينه شفت وحط والاستديو ذا ومجلس الصياهد كان فيه أبو زايد نعم يستاهل يا ولد رجال شنيع شنيع السوالف ذربة ورجال حماسي ويعرف البل ويعرف كل شيء قسم بالله اني كلهم والله عز الله مبدعين وعز الله كلهم ونعم كلهم لا كل لما شفته دريت انها عرفت اللي يقول البرا مردود والخيل معنونه والله الخوي عندي بدعه عجايب دعدع يا نود هبي يا هبايب البرا مردود والخيل امعنونه الخوي عندي مدعبته عجايب حلف مرضى على الطيب مهونه هذا من اداب المزح انك تمزح على رفيقك مو بتنزل من مقداره بس اي ولا توجعه تبي تمازح مثل ابو مساعد هو ويا ابو مسفر يومهم في يومهم عند رعد البتال امس ما ادري اي كل منهم إيه قال ابو مسفر الجلسه ابو مسفر والله ما ادري وش قال كلمه لكن يعني مثل انه قال جياشه ها جياشه قال يعني مشاعر جياشه ابو مساعد صاده انه ما هو بيعرف جياشه قال بما ان ابو مساعد ابو مسفر انسان ما شاء الله عليه خبره وذا نبي يعني فسرنا معنى جياشه راعد قال مشاعر جياشه قال محمد ايه جياشه محمد ادري وحقه وضحكوا
والله عاد ما ادري ايش قال ابو مسفر. هذه المزحه اللي على كيف كيف. اي مزحه تحس خاطره وتوهقه وتضحك يضحكون الاثنين. نعم ابو زايد والله مبدع. السنه دي بتروح وصوبه اكيد سياحه. شهدني بابا شهدني بابا ان شاء الله. شهدني بابا مشيت الفقره السلبيه ويطلع. انا ترى ما جيت السعوديه الا مره واحده. انا كل شيء احنا فيه اللي ثلاث سنين كل سنه احنا فيه نوفا جود حياه. احنا اول سنه جينا خذينا مخيم بس المخيم ذاك مبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. قمنا نبيع بعناه خذينا مخيم على السيده. أيه. اول ما تدخل مع البوابه تروح ابو نص كيلو وكذا عنا على اليسار. خذينا مخيم خذاه جد يجيب له مجاهي ولا جال عشان مجه من واحده عنده يبيعها. المهم ويجوا في عموني وعيال عم انا وقتها مزاحمي هنا وابي يجي لكن ما لقيت من اروح معه. والبيت ما في احد. جدي مغني في عذر الناقه وبيمشي. وانتظر وشوف كرك الناقه كفو مجه من كفو. لو جوالي معي بريت فيه مجه من كفو كفو كفو. المهم يطول السلامه ويجلد هجد باح حدود 500 من هو فيها او 600 والله ما ادري حوالها. ويمشي قال ابوي اجل انا باخذ مخيم بقى. انا تروح وقتها الشايب عمي تراه يزيدوا من يشيرون يحطون في الشبك وتجي عندنا بكره سيمه ب 43 لعمي. قال ابوي بيع يا ولد. قال لا ما نبيع. قال يا ولد بيع. قال ابوي ما نبيع. المهم احنا نقعد ابو اسبوع رجله ناسه وطبخ وحياه والسيده هذا ايه؟ توه جاي ويجيك واحد يلبق عندك على طول ما هو يعرفك ولا ما يعرفك يجي يلبق علوم الاخبار ايش حالك عساك طيب وش عندك من مطايا يمشي سؤال الحياه يا ولد. وفوق ذلك ما تاخذ الا توجيه منزل له حواره على 200 على 300 الف مكبون عليه ايه والعالم هذه وش علومها وكل شوي مقلطن عليك رجال يعطيك العلوم ويعطيك خل بعلمك الحواره ذي صار عليها تركها 43 يا معودنا المزاحميه ويصيبها ما ادري ايش يصيبها ويخرب الناس ونكويها من نبيها تطيب قاعد السنه تعبها نكويها من هنا ومن عند سره ومن عند رجله خلاص ما تشالت الا السنه اللي راحت ولا قدها انها قالها كويه ام حقت شوف التوفيق من الله ان صاد الكوي والله كاتب لها حياه ما عليها. انا جيت لي رجال و وقامت مطيته وجابت بكره. قلت مين الرجال؟ يا ولد البكره ذي طيبه. المهم الرجال مو في حالي، في حال الناقه، الناقه طيبه بعد. ولا الناقه تعبانه. قالن عليها. ايه. ويوم جينا الناقه ولا الناقه تماش وانا دريت انها موليه. المهم اكلم لي رجل، جينا وشافها قالوا يا ولد. يا ولد. ها؟ لا لا جابت ايش جاهد الناقه؟ رحمت. ايه. المهم ما عاد دار الرجال انها موليه مودع. المهم واجي و قلت يا ولد ويجون اخوياي معي قلت بكره طيبه وهذه يمكن ان شاء الله فيها حياه يمكن ما صلحت للرجل رحت ما اخذت له يكلمني شو علومك وش زين يا ولد تشريها؟ قلت الناقه ما لي فيها لزم البكره بشريها واشريها بس ايه الساعه 9 الصبح ولا جاء العصر. عليكم السلام ورحمة الله. تعال تعال أبو بكر. تمكم السلام. ولا جاء العصر إلا وأنا بايعها. ما شاء الله تو كم بعتها؟ ولا لم يفصحن؟ والله خاف ما يقولوا ما شاء الله. لقد اشترى صاحب الأعمال رجل الأعمال. أنا مشين طيب. ها؟ كم فيصل بن علمان بالمبلغ لم يفصحن. يلا لك الحمد. عطنا الحول. دبل. ربح دبل. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. البل البل بركة. والرجال اللي حظه زين حظيض ترى بعض الرجال ينظره زين لكن حظه على البنون فيها بسامة بن عشق يوم يقول عندي بكرة كفو عندي لو مثلا لما باركت عليه تعرف بسامة بن عشق معروف شاعر يعزر هنا هو انفيعي ولا شيبان والله ما ادري لكن هي يقول عندي نظر لكن ما عندي فلوس ويجدي على اللي ماركت ها قلاده ترى يقول نظر وفلوس ما في شاعر قال كلمه
ابو علم ما كنت راعي ما شاء الله عليك. ايش يقول؟ كل واضح انه يقول تعجب صورها. ها؟ يقول كل واضح ان تعجب صورها. صورها. يقول لك في بعض اللي يجي يشوف كلنا نشوف الصور شوف الناقه الصوره هي بزين. ايه صح ولا لا؟ شوف المقاطع الناقه ما تزين فيها. ما عليك من الكلام. احيانا تجي لك ناقه زانه بس سحلها قليل. وتجي لك دم منها وفيها حلن لجل الحكي وقف. مثل ذا العرب بعضهم فيه قبول وبعضهم ما فيه قبول. سم؟ قبول. لا انا ناديتك اللي ما لا تقول رضا بس لا انا اقول لك انا اقول لك في بعضهم يقولون ان اهل النظر يقولون اي والله صدق ان الناقه او الحاشي في الصور ما يعجبك. لا يقول كل ما ادري ايش يقول واضح ان تعجب صورها حتى في الفيديو تعجب. والله في ناقه عليها خمسة دهام في خلفه ما هي بناقه في خلفه تحتها في خلفه تحتها بكره